هناك تصميم إسرائيلي على إعادة السكان الإسرائيليين إلى الشمال الإسرائيلي، هذا يشي بأن إسرائيل لن تتسامح ولن تتهاون خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالرد على حزب الله وتأمين هذه المناطق. بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك بأن إسرائيل من الممكن خلال الفترة القادمة تسعى لمحاولة يعني أن تدخل إلى الجنوب اللبناني وتنشئ يعني حزاما أمنيا، بفرينج زون، يعني منطقة آمنة في العمق اللبناني. لكن هذا لن طبعا يمنع من وصول الصواريخ التي يطلقها حزب الله إلى المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال اللبناني، في الشمال الإسرائيلي، لأنه هذا موجود ويحدث. إذا ما أراد حزب الله أن يصعد بشكل حقيقي وليس بشكل صوري كما نشاهد اليوم، ربما هذا سيشكل مشاكل أمنية حقيقية لإسرائيل. لكن يبدو أن حزب الله يريد فقط أن يأخذ هذه اللقطة الإعلامية، ولو أننا لم نشاهد أي لقطة إعلامية، لم نشاهد أي فيديوهات تشير إلى أن هناك دمار يعني